صباح الخير، فقرة جديدة من أوروسكوب مثل العادة. خلينا نشوف سوا تحركات الكواكب والنجوم، شو مخبيت لكم من حظوظ ومفاجآت لنهاركم لا توقعات سبع الشهر. نبدأ مع برج الحمل مثل العادة. أمامك عدة خيارات لتعزيز العلاقة بالشريك أيها الحمل، الأمر يلي بينعكس إيجابا عليكم. أما مهنيا اقتراحاتك بتلقى قبول جماعي من أرباب العمل، لكن العبرة بتكون بالتنفيذ بجهد واحتراف. برج الثور، بتأمن لك علاقتك العاطفية كم كبير من السعادة، وإذا كنت أعزب فممكن تكون على الطريق الصحيح نحو علاقة ثابتة ودائمة. أما مهنياً بيطرق أمر بيخليك مرتاب، فكون مستعد للدفاع عن نفسك وانتبه من بعض الأعداء وابتعد عن التحديات والاستفزازات. برج الجوزاء، عليك أنه تمنح الشريك مساحة أكبر للتعبير عن ذاته إذا كان هدفك إزالة أسباب الخلاف بيناتكم. أما مهنياً مواعيد بالجملة، لكن الاختيار هو الأهم بالنسبة لك لتحديد وجهتك المستقبلية. برج السرطان، غيرة الشريك غير مبررة، فما عليك إلا توضيح بعض النقاط يلي عم تسبب غيرته لوضع حد لهالشي. من الناحية المهنية ظروف بتساعدك على تحديد خياراتك المستقبلية، فحاول استغلال عامل الوقت للاستفادة قدر المستطاع. برج الأسد، ممكن تواجه بعض المصاعب وفقدان الحيوية والنشاط، والعصبية الزايدة ما بتنفع بمعالجة المشاكل مع الشريك، فهي بتولد العناد عنده. من الناحية المهنية ما تحاول أنه تقلب الآخرين ضدك، فهالأمر ما رح يكون لمصلحتك، بل رح يؤدي لخلق متاعب أنت بغنى عنه. منتابع مع برج العذراء، مهما ضغط عليك الشريك أيها العذراء لدفعك نحو ارتكاب أخطاء تجاهه، فعليك أنه تصمد بانتظار توضيح الصورة بشكل أفضل. من الناحية المهنية، البحث بالماضي بيوقف بوجه تقدمك بالعمل، فالأمور تغيرت جذريا نحو مزيد من التطور. برج الميزان، ما تندفع نحو الشريك بدون ضوابط، فهالشي رح يخلق عنده بعض النفور منك وكذلك محاولة تجنبك باستمرار. مهنياً أنت مليء بالطاقة وبتحب فرص التحدي، جريء بالكلام لدرجة أنه أصحاب الأحاسيس المرهفة حولك رح يبتعدوا عنك اليوم. برج العقرب، ما تقدم خدمات مجانية أيها العقرب إذا ما عندك الرغبة، وخاصة أنك ما رح تجني شي بالمقابل. مهنياً العفو عند المقدرة إنجاز يسجل لمصلحتك، لكن بالمقابل حاول أنه تظهر البعض من قوتك. برج القوس، مبررات المواجهة مع الشريك موجودة بقوة أيها القوس، لكن النتائج ممكن ما تفيدك بشيء. من الناحية المهنية بتدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيدة، فبتلاقي الحلول كل ما اصطدمت بتعقيدات أو بخيبات أمل، وهالشي بيوفر لك المناخ الجيد. برج الجدي، تعامل مع الشريك بواقعية وروية، فالأمور بيناتكم ما بتحتمل المزيد من الخلافات بعد اليوم. مهنياً الانطباع الأهم بعملك هو تسجيل نقاط لمصلحتك، وممكن تحقق هالشي بسرعة وسهولة. برج الدلو، بإمكانك أيها الدلو تسوية المشاكل وإيجاد الحلول للنزاعات يلي تطورت أخيراً مع الشريك. من الناحية المهنية بتعطي جهودك نتائج جيدة على الرغم من الضغوط يلي أخرتك بالفترة الأخيرة. أما آخر برج معنا لليوم، برج الحوت، ما تتناقش مع الشريك بتصرفات ما صدرت عنه، فمجرد الشك فيه ممكن يؤدي لعواقب وخيمة على العلاقة. مهنياً بيتحدث اليوم عن بداية رحلة أو مسيرة مغايرة للي عرفته حتى اليوم بمجالك المهني. مولود اليوم من برج الدلو، ذكي، بيسعى دايما لتحقيق الأمان المستقبلي لنفسه ولأسرته، خدوم، مسؤول، وبيحب مساعدة الآخرين بمشاكلهم. إذا أردت أنك تملكه فامدحه وحاول أنه تحتاجه. هيدا كان كل شيء لليوم، وهلأ منتابع مع باقي فقرات MTV Alive.